اهلا وسهلا. احمد حسين علي ابراهيم الفهداوي من محافظه الانبار، عضو برلمان الشباب العراقي. شوي يقدم المايك. نعم، طبعا بدي احكي الدكتور علي فرحان ثلاث جوانب. اول الجانب الصحي، مستشفى الرماد التعليمي. اول نقطه، مستشفى الرماد التعليمي لماذا الى الان الشباب علوا للسبيكر؟ اي تفضل. الجانب الصحي اولا، مستشفى الرماد التعليمي لماذا الى الان، لماذا إلى الآن لم يتم إنجازه لحد اليوم؟ يا هو مستشفى الرمادي التعليمي، مستشفى الرمادي لازم يلامس العوائل ذات الدخل المحدود. النقطة الثانية، مستشفيات المناطق الغربية في محافظة الأنبار ما بها مواصفات عالية. النقطة الثالثة، مقترح مستشفيات غرب الأنبار. نعم، ما بها مواصفات عالية كمستشفى. النقطة الثالثة يعني شنو نقصها؟ هواية. أها نعم. تمام. النقطة الثالثة، البناية مال رأس الجامعة في قرب الورار عندها الدكتور علي، يمكن ياخذها مثل مستشفى حكومي يتم مناقشة بين وزارة التعليم ووزارة الصحة، لا سيما وصلت به نسبة الإنجاز جيدة جدا. شو اسم المستشفى؟ بناية رأس الجامعة. بناية؟ نعم، رأس الجامعة. شباب علوا السبيكر، مو واضح الصوت ترى. ايش عيد لهذا الأخير؟ بناية رأس الجامعة واصل بها مرحلة الإنجاز جيدة جدا، ويمكن ياخذها مستشفى حكومية. ممكن تحولها مستشفى حكومية. نعم. زين، شكرا جزيلا. نعم.